أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامجنا طاقة الروح. بهذه الحلقة رح نتناول بحث علمي لرؤية جديدة للقلب البشري. فعلى مدى سنوات كثيرة درس العلماء القلب من الناحية الفيزيولوجية واعتبروه مجرد مضخة للدم لا أكثر ولا أقل، ولكن مع تطور عمليات زراعة القلب الطبيعي والقلب الاصطناعي وتزايد هذه العمليات بشكل كثير كبير، بدأ العلماء يلاحظوا أنه في ظاهرة غريبة جدا ومحيرة. هي الظاهرة هي تغير الحالة النفسية للمريض بعد عملية زرع القلب. هي التغيرات النفسية عم تكون عميقة لدرجة أنه المريض بعد استبدال قلبه بقلب طبيعي آخر بصير في نوع من التغيرات. هي التغيرات عم تكون بمعتقداته، بما يحب وما يكره، حتى بدرجة إيمانه بالأشياء. لحتى نحكي أكثر عن هي الظاهرة الغريبة رح تكون معنا المهندسة لما حسن، وهي خبيرة في التنمية البشرية. بدنا نقول لها يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكي. مثل ما يعني تناولنا بالمقدمة لما أنه ظاهرة جدا غريبة، في أبحاث عم تأكد هي الظاهرة وفي أبحاث عم تكون ضد هي الظاهرة. بداية بدنا نسأل أنه شو الاستفسار، شو الأحداث حول هذا الموضوع، شو هي العمليات يلي تنبهت لها الأطباء وقالوا لا يمكن للقلب دماغ ثاني؟ بلشت الشغلة بقصة لكلير سيلفيا. تم نقل قلب إلى وبنفس الوقت رئتين، يعني كان عمل جراحي مزدوج. بعد عدة أيام إجا طاقم صحفي ليعمل معه مقابلة، لأنه كانت من الأولى من نوعها أنه عمل مزدوج زراعة قلب ورئتين. فسأل الطاقم الصحفي أنه أنت شو بدك لسه من هاي الحياة؟ أنه ليك الحياة بدأت تبلش معك بداية جديدة، قلب ورئتين وعملية ناجحة، شو ناطرة لسه بهاي الحياة؟ فهي كان جوابها أنه ما بدي شيء بهالحياة غير هلأ ارتشف رشفة من الجيعة من البيرة. بعدها هي استغربت، لأنه هي ما تناولت الجيعة ولا بكل حياتها، ما عندها أي هيدا التفضيل بحياتها غير موجود أبداً. بعد ما صارت ببيتها وهيك انتبهت على نفسها أنه هي عم تتناول الفلفل الأخضر وهي ما كانت تحبه أبداً. بعدها كمان صارت تنتبه حالها أنه هي كانت نباتية، صارت دائما تتناول من منتجات حيوانية، الفروج بشكل عام، الفروج المقلي. وما بس هيك، انه هي عم تتلذذ فيه رغم انه هي كانت نباتية. بعد فترة صارت تشوف بالحلم بالمنام انه في جنبها شخص عم تمشي هي وياه، بيعرف عن نفسه انه هو اسمه تيموسي، وحست حالها عم تستلطف هيدا الشخص. طبعا هون بدي ركز انا، هي بالغرب الامريكي وبالغرب الاوروبي اجمالا بيركزوا انه ممنوع اي عمليه زراعه قلب يعرف الموهوب له اي شيء عن الواهب، لا اسمه ولا عمله ولا اي شيء عنه. بعد ما شافت هيدا المنام هي حست انه لا، هيدا المنام، هيدا الشخص اللي شافته بالمنام اجاها احساس قوي انه هو نفسه الشخص الواهب. فهي حكت فورا على المشفى في بوسطن كانت حكت مع المنسقة لزراعة القلب، سألتها أنه هل تيموسي هو اللي وهبني هيدا القلب؟ فهي استغربت المنسقة أنه أنت كيف عرفتي؟ مستحيل، ما لازم تعرفي بهيك موضوع. عم تلاقيه هو تيموسي لاميرين. وخلال بعدين إجراءات خاصة وصلت لعائلة الشخص، فعلا طلع هو من الأشخاص اللي بيرتشفوا الجيعة، من اللي بيحبوا بفضل الفلفل الأخضر، ومن هو أيضا بيحب الفروج المقلي بطريقة رهيبة. هون تنبهوا العلماء انه ليش هي التفضيل اجت، هالتفضيلات اجت بعد زراعة القلب والرئتين. تمام، شافوا فرق بين قبل عملية زرع القلب وبعد عملية زرع القلب. بعدها صاروا ينتبهوا ويلاحظوا، صار حتى الدكتور جاري شوارتز صار يلاحظ هي المواضيع وعمل على اكثر من 300 حالة يقارن تفضيلات قبل وبعد. حتى عام 1994 مؤسسي علم الاعصاب البروفيسور اندرو ارمور فجر قنبلة بهيدا العلم، وفاجأ العالم بأنه للقلب 30,000 خلية عصبية ممكن نسميها دماغ القلب. هيدي هي لها دماغ خاص وجهاز عصبي خاص مستقل عن الجهاز العصبي للدماغ، وحتى هو اللي بيسير تنظيم عمليات دقات القلب. حتى اللي اكتشفوا انه هو القلب صار موضع الإرادة، موضع الذكريات، موضع اللين والقسوة، الذكريات والمواهب، الهوايات، العواطف، كل هاي المواضيع
شافوا انه عم تتغير من شخص، عم تنتقل من شخص لشخص، حتى الدكتور بول بيرسال وثق هذه الحالات بكتابه في شفرة القلب، وثق كثير حالات هاي حتى تاكدوا من هذا الموضوع. ملخص هذا الحديث او هي الحالات لما يعني فينا نقول انه للقلب ذاكره مستحيل تنمحى هي الذاكره، وعم تنتقل هي الذاكره من شخص لاخر، وعاء للذكريات، وعاء للذكريات تماما. يعني في مثلا مثل بعض الحالات، مثلا فتاه بعمر 8 سنين تم زراعه قلب لها، هيدي الفتاة عم بتشوف بمنامها جريمة قتل. الأم خافت عليها أنه بنتها بعد عملية زراعة القلب عم بتشوف كابوس، نفس الكابوس عم يتكرر. بعد ما شافوا، بعد ما حكوا مع المنسقة وراحوا على الشرطة، حكت لهم أنه هيك هيك أنا عم شوف. القلب الواهب طلع لفتاة مقتولة، حتى الآن كان لم يكتشف من القاتل. فهي الفتاة شافت بالمنام مكان الجريمة، زمن الجريمة، سلاح الجريمة، اللباس اللي كان عم يرتديه المجرم، حتى العبارات اللي حكيتها القتيلة للقاتل قبل ما تموت. فعلا وجهت هاي المعلومات اللي طلعت صحيحة ودقيقة للقاتل، وتم الاعتقال لأنها كانت صحيحة 100%. تمام. هلا أنا كمان يعني سمعت حالات كتير مشابهة لهي الحالة، وربما كمان مثلها، إنه يعني وقت مثلا طفل صغير كمان عطى قلبه لطفل آخر، فالأم والدة هذا الطفل صارت تحس بالطفل الآخر يلي أخذ قلب ابنه، حست فيه من بين مجموعة كتير كبيرة من الأطفال، قالت لهم أنه هذا الطفل لها في قلبي كتير وحاسسته أنه ابني. صح. فبالفعل بعدين مثل ما قلتي بعد الدراسات وكذا، أنه عرفوا، أصرت أنه تعرف أنه هذا القلب أو هذا الطفل أخذ قلب ابنه ولا لا، قام طلع كمان نفس القصة. صح. فهي حالات موثقة جدا عند أطباء الغرب. فينا كمان نسمع من حضرتك حالات أخرى وثق الأطباء بهذا الخصوص؟ كمان في قصة أنا لفتت نظري كتير، أنه في كان امرأة وديعة ما بتحب أي عنف، أي قدر من العنف، حتى بتشوف إذا هي تابعت كرة القدم مع زوجها بتحس أنه فيها شيء من العنف، فدائما هي كانت تطلع برا الغرفة. بعد فترة من العمر هيدي الإنسانة صارت بتحب تحضر ملاكمة، مصارعة، بتحب الرياضة، وبتتابع كرة القدم أكثر من زوجها. لا وبالعكس بتصير بتلكم طبعا هاي الحالة بعد وبتلعن. هاي الحالة صارت معها بعد ما تم زراعة قلب إلى، اللي اكتشف فيما بعد أنه قلب الواهب كان ملاكم. فهي أخذت هيدا التفضيل، لعب الرياضة كلها أخذت منه. كمان في حالة ثانية أنه شخص كمان كتير يعني مائل إلى الكسل، ما بيحب الرياضة أبدا، شاف حاله فجأة أنه كمان بعد تم زراعة القلب له، أنه هو كتير بيحب الرياضة، بيحب السباحة، بيحب ركوب الدراجات بشكل خاص، كل أنواع الرياضات صار بيحبها، اللي تأكد فيما بعد أنه كان يشتغل القلب، صاحب القلب الأصلي بهلوان في السيرك. ومن من الشغلات كمان اللي لفتت نظري أنا، شخص صبي صغير كان طول عمره بيحب السباحة، بعد ما تم زراعة قلب له ما عاد يسبح، فأخذوه أهله لطبيب نفسي أنه شوف ما عاد يعرف يسبح. هذا الشخص كان يسبح وبعدين بطل. بطل. فبعد ما فتحوا الملفات، فتحوا ملف زراعة القلب، فطلع صاحب القلب الأصلي ميت غرقا. ومن وقتها ما عاد يسبح أبدا أبدا. في كمان طفل تم زراعة قلب له، فكان هو مع أهله بأحد المولات بالغرب، فجأة شافوا للولد راح لعند شخص، رجل وامرأة بعيدين، صار يقول لهم دادي دادي دادي، اللي تم الاكتشاف فيما بعد أنه هدول هنون صاحبين القلب، أهل صاحبين القلب الأصلي اللي تبرعوا بقلب تعرف ابنه. على أهله، تعرف على أهله بالمولات. حلو كتير. هي كتير كلها من الحالات اللي تم توثيقها من الأطباء. تمام. طيب خلينا نحكي عن الآليات يلي ممكن تربط القلب بالدماغ، يعني كيف ممكن اليوم الدماغ عم يأثر على القلب؟ شو هي الآلية؟ الآليات كتيرة، اللي بدنا نتأكد فيه هون منه أنه القلب طلع عم يرسل رسائل هرمونية وعصبية وميكانيكية وكهربائية ومغناطيسية، حتى عم يرسلهم مع كل نبضة وكل دفقة من الدم للدماغ. واللي تم الاكتشاف أنه القلب عم يرسل رسائل للدماغ أكثر ما عم يرسل الدماغ للقلب، فطلع أنه القلب هو اللي بيأمر الدماغ لأي عملية بده إياها. حتى شوفي أنه اللي تم الاكتشاف أنه المجال الكهربائي للقلب أقوى من المجال الكهربائي للدماغ 100 مرة، والمجال المغناطيسي للقلب
أقوى من المجال المغناطيسي للدماغ ب5000 مرة. حتى إذا بتشوفي المجال الطاقي أو الهالة اللي بتكون حوالي القلب يمكن رصدها على البعد 3 أمتار، يعني أنا القلب بيأثر على قلوب اللي حوالي وعلى أدمغتهم كمان. واللي كمان اكتشفوا أنه القلب مثل الغدد، كأنه غدة صنوبرية عم تفرز هرمونات، من الهرمونات اللي تم اكتشافها الهرمون ANF، الهرمون الطارد الأذيني الطارد للصوديوم. هذا بيأكد انه القلب عم له دور بتأثير التوازن السوائل والأملاح بالجسم. وطبعا لسه الأبحاث عم يكتشفوا هرمونات، فوق العشر هرمونات عم يتم اكتشافها يوم بعد يوم من هيدا القلب. اللي بدي أكده هون أنه القلب هو موضع الإرادة، هو اللي عم بيأمر على الدماغ بأي شيء بده إياه، لأنه هو وعاء الذكريات. حتى القلب الصناعي بدي أحكي عليه أنه تماماً. هون كان سؤالي لإلك، لما لأنه نحن ذكرنا بالمقدمة عم يتم زراعة القلب إما طبيعي أو صناعي أو اصطناعي، يعني تم شخص زراعة قلب اصطناعي لإله. هيدا الشخص التغييرات اللي صارت فيه أنه بطل يحس بالأمل بالحياة، بطل يحس بالخوف، بصير يمكن قلبه قاسي اكثر جدا جدا جدا، يعني مثل المعدن انه لا احساس، اللي هو كان مزعوج فيه انه ما عاد يحس بحفيده اللي هو كان اغلى شيء عنده، انه هذا الحفيد كان دائما يلعب معه، ما عنده اي احساس بهذا الحفيد، ما عنده اي احساس باي الواحد أهلك. بيزرع قلب بقى طبيعي افضل افضل بكثير بكثير، يعني حتى رب العالمين ذكر بايه قرانيه انما المؤمنون الذين اذا ذكر القران وجلت قلوبهم، يعني هو القلب يعني هو موضع الخشوع والخوف. هيدا الشخص مع القلب الاصطناعي فقد كل هي، حتى بتحسي ما عاد هالايمان برب العالمين، ما عاد الايمان بيوم القيامه، فقد كل هي المشاعر بسبب تماما. لانه نحن ايضا ذكرنا انه عم يصير تغيرات بالحاله النفسيه سواء بالمعتقدات او بالايمان، ايمانه باشياء كثيره او ما يحب وما يكره، اما بحب اكله معينه بصير بكرهها، بحب اشخاص ممكن يكرهون. يعني في شخص، تخيلي انه في شخص إن كان ما عنده اكتئاب شديد جدا، انتحر، تم زراعة قلبه لشخص سعيد جدا في حياته هيدا الشخص، بس عنده خلل بعضلة القلب. هيدا الشخص بعد ما تم زراعة القلب له اللي صار فيه بعد عدة اشهر صار معه اكتئاب وانتحر بنفس الطريقة اللي انتحر فيها صاحب القلب الاصلي. تماما، تصديقا على كلامك كمان يوجد حالة ذكرت بأحد الأبحاث أنه صبية تعرضت لحادث، هي صدمة بسيارة، فأيضا تم نقل هذا القلب فورا إلى جسم آخر، فالصبية الثانية اللي أخذت هذا القلب دائما تشعر بأنه شيء عم يصدمها، دائما شيء عم يصدمها. أيضا بحثت بالموضوع كثير واكتشفت أنه هي أخذ قلب لشخص مصدوم من قبل السيارة، لذلك دائما عم تشوف هيدي القصة. طيب خلينا نحكي عن السيادة باتخاذ القرارات، يعني نحن دائما أشخاص واعيين على قدر من الوعي، خلينا نقول دائما بنقول نحن بناخذ قرارنا إما من العقل أو من القلب، وفي كمان اختلافات كثيرة. اليوم أنت بتحكمي قلبك ولا بتحكمي عقلك؟ شو الأبحاث والدراسات بهذا الخصوص؟ لازم يكون في سيادية وتبادلية أو تكامل بين القلب والعقل. اللي بدي أكده هون حكى عنه رجل العلم أينشتاين. أينشتاين حكى أنه the heart القلب is a faithful gift، إنه هدية قدسية. And the mind is a faithful servant، والعقل هو الخادم المطيع. هذا كمان توافق مع اللي حكى ابن القيم، حكى أنه الصواب أنه العقل منشأه ومبدأه في القلب ومزرعه وثمرته في الرأس. اللي بدي أكده هون أنه الشغلة بتبلش من القلب، يعني هو موضع الإرادة. القلب وقت اللي عم يرسل من كل دفق الدم رسائل عصبية وهرمونية وكيميائية عم بتروح على القشرة الخارجية للدماغ. مجرد صار توافق هذا بيؤدي لصحة العقل وبالتالي صحة الإنسان. لب صراع المجتمعات، لب فساد المجتمعات، أنه ما عم بيحلوا التناقض بين القلب والعقل. اللي بدي أكده هون أنه القلب دائما بيعطيك بصيرة حقيقية، بصيرة هي هي الصحيحة للإنسان، ماشي. يعني أنه أنا مثلا تعرضت لموقف معين، أنا اللي جواتي اللي بيريحني شيء بعمله، والمنطق المجتمعات والسائد المجتمعات هو مثل ما قلت لك، يعني لما هو هذا الصراع القائم يمكن يوم دائما أنه أنا بدي حكم قلبي والعقلي. صح. اللي بدي أكده هون أنه الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا قبل 1400 سنة أنه استفتي قلبك لو أفتوك، لأنه القلب هو العقل هو خادمه للقلب ومستشاره الأمين. يعني هو العقل عم تجي كل المنطق للمجتمعات، الحواس الخارجية، المصالح، بينما البصيرة هي تكون الحقيقية.
عرفتي كيف يعني؟ القلب ممكن يحكي مثلا خلال موقف معين او مع شخص ثاني انه انا مرتاح مع هذا الشخص او حبيت هذا الشخص، فالقلب بيأمر العقل انه ما تشوف فيه غير الشغلات الايجابيه، ما تشوف بهالموقف الحياتي غير الشغلات الكويسه. بينما اذا القلب ضغط شيء ثاني معناتها انه القلب بيكون بيأمر الدماغ انه ليك ما تشوف، ما تتصيد له غير الاخطاء السلبيه. ماشي، هاي اللي بدي اكده انه هو الحقيقه يعني بالحياه العمليه بامور التنمويه البشريه، خلينا نقول دائما بيدعوا بالتنميه البشريه للمحبه، لانه انت وقت بتحبي شخص ما بتلاقي غير ايجابياته، وقت بتكرهي اشخاص ما بتلاقي يعني خلص ما بتلاقي غير سلبياته. انا من ناحيتي كخبير التنميه البشريه دائما باكد اذا كان طريقك لا يملك قلبا لا تسلكه، ومثل ما في مثل كما في شعبة شعر بيحكي انه اذا عين الرضا عن كل عيب كليلتين ولكن عين السخط تبدي كل المساوئ. وفي رجل القاضي السوري علي الطنطاوي رحمة الله عليه، هو أديب وفقيه، حكى شغلة أنه إذا الرجل أبغض زوجته وحتى لو كانت ملكة جمال، فالحفر والأخاديد اللي بتكون في وجه جدته التي قد تفوق 100 عام أجمل من وجه امرأته التي قد تكون أجمل امرأة في الكون. فاللي بدي أكده من هون أنه القلب هو موضع الإرادة، هو اللي بيعطيك البصيرة الحقيقية، هو اللي بيأمر الدماغ. يعني القلب بياخذ الذكريات، بياخذ تفاصيل الحياه، بياخذ كل شيء، هو اللي بيدلك على الطريق الصحيح. هي مفاتيح للبشر، يعني انت بدك توصلي لاي شخص بيقولوا لك يعني هو المفتاح. شو بيكون هو مفتاح القلب؟ مفتاح القلب، انه اذا قدرتي توصلي لقلب هذا الشخص انت قدرتي تملكيه او قدرتي تحبيه او قدرتي تتواصلي معه. خلينا القلب هو كل شيء، والرسول صلى الله عليه وسلم حكى انه الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. القلب هو الاساس. تمام، بس هلا خلينا نحكي شوي هيك على النساء والصبايا والانثى. دائما المعروف انه الانثى بتكون عاطفيه، العاطفيه يعني هي بتاخذ قراراتها من القلب اكثر من انه تكون عقليه. هلا هيدي طلعت اشاعه بالاخير بالتنميه البشريه، لانه طلعت اثنين شو اثبتت الدراسات انه الاثنين بيحبوا بنفس القدر نفس الطبيعه. بس ما في شيء زياده، ما في شيء زياده ابدا. حتى الرجل اذا بيحب حب صدق صراحه. بس اللي صاير طب ليه منتشره هي القصه بالمجتمع؟ القصه بتعبر اكثر، هي بتعبر اكثر، هي عندها قدره على التعبير، لانه هي بالاساس هي بتحب الاشياء التفصيليه، فهي بتحب تحكي اكثر. تماما، يعني هي عندها قدره دائما من رب العالمين، هي بتحب التفصيل، فهي ممكن تحكي لك نهار كامل انه كل شيء صار معها بالنهار. بينما الرجل عنده وجهه وحده، فخلص بيحكي لك بموضوع محدد. صح صح، لانه يعني الرجل هو صناديق طريقه تفكيره، بينما الانثى عباره عن كابلات مثل كيف بتحكي متشابكه. والرجل يا دوب يتحدث 1000-2000 كلمه باليوم، بينما الانثى قادره تحكي 4000 كلمه باليوم. فبنرجع انه ليش انتشرت هي القصه كثير بالمجتمعات انه الانثى لا بتفكر بقلبها اكثر من عقلها؟ لكن لانه نحن بنحكي وبنعبر اكثر. بس اللي بدي احكي انه رب العالمين وقت اللي قال انا خلقناكم من ذكر وانثى كان ما عم يحكي عن تمييز بين الذكر والانثى. اللي هون اللي قصده رب العالمين انه كل انسان فينا بغض النظر ان كان ذكر او انثى عنده بعدين، بعد ذكري وبعد انثوي. تماما، اللي قصده فيها بالبعد الذكري هو الابعاد الفاعله، والبعد والانثى هو الابعاد المنفعله. هلا الابعاد الفاعله المقصود فيها انه انت مثلا تعتنقي دين معين او تختاري موقف معين او تختاري شيء معين بالحياه، بينما الابعاد المنفعله انك انت ترتاحي لهذا الموقف او ينشرح صدرك للايمان. المعنى انه القلب هو الموقع، موضع الايمان، هو اللي بده ينشرح، اللي بده ينشرح صدرنا للايمان او للدين اللي نحن بدنا نعتنقه. بمجتمعاتنا نحن عم ننفي بعد على حساب الثاني، هن هدول بعدين متكاملين، ما فينا ننفي ابدا على حساب الثاني، وهي لب صراع المجتمعات ولب الصراع بين الذكر والانثى. اللي بدي احكي الاثنين مثل بعض، بس الانثى بتعبر اكثر، وغير هيك ما في ابدا بالتنميه البشريه. عم يتهمونا باطل، باطل اتهام باطل. طيب هلا لما بعلوم الطاقه دائما بيقولوا شيء مثلا شخص عنده بصيره، ربما هي البصيره تكون عن طريق شاكرا الاجنة او شاكرا القلب. اليوم البصيرة القلبية هل تحمي الإنسان من مواقف معينة؟ تحمي كتير كتير. هلأ لك في حالة بعلم الأعصاب، هالحالة لشخص اسمها الحالة العمى المبصر أو الأعمى البصير. الشخص اسمه جراهام، هذا الشخص المشرف عليه هو البروفيسور ألين كيوي من جامعة أكسفورد. هيدا الشخص عنده خلل بالفص الايمن من الدماغ، فهو دائما الفص بيكون مسؤول عن الجهه اليساريه من الجسم، فهو العين اليسرى عنده ما غير بصيره.
اللي عم بيصير انه هذا الدكتور عمل معه تجارب على مدى 20 سنه، بالنهايه عمل 100 تجربه متتاليه. اللي عم بيصير انه هذا الدكتور مثلا هاي العين اليسرى هو ما بيشوف فيها، اذا بيحرك له الايد او طابه بيكون معه مثلا من وراء لقدام، بيعرف هيدا الشخص رغم انه هي خارج مدى رؤيه العين اليمنى. تمام. يعني هيدي العين كيف عم يعرف مثلا انه من تحت لفوق من اليمين لليسار وفي حدا جاي؟ شو السبب؟ هو حتى الدكتور عم يقول انت كيف عم تعرف؟ انه انت كيف عم تعرف؟ عم يقول ما بعرف، انا كنت وقت اللي امشي بالشارع اول فتره بعد ما صار معه هيدا الخلل اوقع بالحفر او ممكن اصطدم بالناس اعتذر منهم واهرب، صرت عم حس انه هون في شيء. اللي أكده الدكتور ألين كيوي هيدا البروفيسور أكد أنه في نور تاني غير نور الدماغ وغير نور العين، هو نور البصيرة. هيدا نور البصيرة موجود عند أشخاص أكثر من أشخاص ممكن نحن نطوره. اللي بدي أحكي بهيدا نور البصيرة أنه اللي بيلعبوا التنس هن عندهم بصيرة، لأنه أنا منتي مثلا أنا رميت لك القلم عم يجي بسرعة لعندك بحدود 70 ل 100 ميلي، يعني بحدود 130 ل 140 كيلومتر بالساعة. الدماغ ما بيقدر علميا يوصل الرسالة لليد ليلتقط الشخص بالوقت المناسب. تمام. لهيدا هدول عندهم قوة ببصيرة القلب مثل لاعبين كرة التنس. اللي بدي أكده هون نفس اللي أكده أليكس كار علامة حائز على جائزة نوبل مرتين، حكى أنه العباقرة الاستثنائيين ذو بصيرة وليس دماغ فقط، لأنه البصيرة عندهم تلهم خيالهم المبدع. يعني بصير بيسألوا خارج بس العقل والمنطق، يعني مثل اللي اخترع السلم الكهربائي جيسرينو أنه اخترع أنه ليش أنا لحتى أنا أطلع على الدرج، ليش ما الدرج بيطلعني؟ يعني صار خرج عن المألوف، صار عنده طريقة تفكير خارج الصندوق. فهدول دائما هم بيكون عندهم افكار مجنونه، افكار غير مالوفه، مثل اللي اخترع الطائرات، مثل اللي اخترع القطارات، التكنولوجيا. انا دائما هون بنصح بشغله، اخدموا غرابتكم. شو يعني؟ يعني انت عندك اذا افكار غير مالوفه المجتمع عم ينظر لك انه انت نظره مجنون او افكار غير مالوفه، افكار غريبه، اخدم غرابتك. هيدي الافكار مثل الافكار اللي كانت الطائرات، انه ما حدا كان يتوقع انه ممكن بعدين يطير. شوي بعد فتره بتصير مقبوله. هي منطق المجتمعات، هي السائد للمجتمعات. لو بعد 100 سنه ممكن فكرتك تكون هي صحيحه، هي تصير السائد. فانا دائما بقول لهم اخدموا غرابتكم، اي شيء غريب فيكم ممتاز اشتغلوا عليه. حلو. كيف نطور هاي البصيره؟ انت ذكرتي بحديثك ممكن نحن نعمل على تطوير هاي البصيره. هيدي لك هلا اذا ما كنا بنعرف نلعب تنس فشلون بدنا نعمل؟ اللي بياكد انه هدول دائما بيكونوا قريبين من رب العالمين، صادقين من جوا، بعيدين عن الشهوات، عندهم طيبه، عندهم ما بيعرفوا يشتغلوا شيء خارج روحهم الداخليه، ما بيعرفوا يكذبوا على حالهم. عرفتي كيف؟ في اشخاص عندهم مرونه ممكن يعيشوا الكذبه كل حياتهم، في اشخاص لا، هم بتحسيهم لا واقعيين مع حالهم، متصالحين مع حالهم. حلو كثير. لما انت من الاشخاص يلي كانوا عم يبحثوا بهذا المجال من 2013، خلينا نحكي بصراحه وبشفافيه، شو اللي خلاك اليوم تبحثي بهي الظاهره الغريبه وخلاك انه اليوم نحكي عن هاي الظاهره لحتى يعني ننور كل المشاهدين انه في ظاهره غريبه وشيء اسمه القلب، يعني او القلب له دماغ ثاني، وايضا انه ذاكره القلب عم تنتقل من شخص لاخر؟ هيدا كله صح. واللي بدي أكده هون أنه القلب ما بس أنه هو العاطفة، هو موضع إرادة وموضع ذكريات وموضع كل اللي حكينا، والإدراك والإلحاد والكفر وكل شيء. حتى رب العالمين حكى أنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أطى الله بقلب سليم. هيدا القلب أنت ما لازم تعملي شيء خارج إرادته. اللي أكد أنا هيدا الموضوع من 2013 أنه ليش في أشخاص عندهم قدرة ممكن يتعايشوا مع أشخاص تانيين، أو ممكن هم عندهم مرونة، في أشخاص لا، إذا ما تقبلون قلبهم أو ما عاشوا الروحانية معهم ممكن يتقبلوا يعيشوا معهم، ممكن زواج ممكن غير زواج. بظروف عملنا، بظروف شغلنا وحياتنا العملية، نقول في أشخاص ممكن ينفرضوا عليك بمجالك، بشغلك، ببيتك، بأقربائك، أنت مضطرة تتعاملي معهم، بس أنت بنفس الوقت ممكن تقولي أنه هو حدا ما له قريب على قلبي كتير. صح. أنت بهذا المعنى حابة؟ أيوة، يعني في أشخاص أنه ممكن أنت تجامليهم للحظات، بس إذا بدك تعيشي عمر معهم ما أنك قدرانة. أبدا. في أشخاص عندهم قدرة يعيشوا الكذبة كل الحياة، في أشخاص لا، تحسين أنقياء ما عندهم قدرة يجاملوا المجتمع على حساب روحهم، ما عندهم قدرة يعيشوا جسد بلا روح. يعني
عرفتي كيف؟ هاي. تماما. هلا اذا حبوا المشاهدين يتابعوا هذا الموضوع عن طريق النت والتكنولوجيا، بتعرفي اليوم ابواب الانترنت كثير واسعه، عم نشوف يعني او رح نشوف فيديوهات كثير بتحكي عن هذا الموضوع كثير. فاللي اكثر شيء بشجع عليه الكتاب اللي حطه البروفيسور بول، هيدا اللي ليش حطه، هو حطه لانه وثق الاف الحالات بهيدا الكتاب، اسمه ذا هيرت كود، شفره القلب، اللي كلها كانت بمعهد هارت ماث بكاليفورنيا، معهد رياضيات القلب، اكد كثير حالات. هي فينا نحكي فيه ونشوف الكتاب. وكمان في الدكتور جاري شوارتز، هذا الدكتور حكى كثير حكي حلوه، في جمله كثير عجبتني، انه تاريخنا مكتوب في كل خليه من خلايا جسمنا. كل خليه من خلايا جسمنا هيدي بتكون في ذكريات لنا. تماما، يعني بمعنى كل خلية لديها وعي، وكل خلية لديها ذاكرة. لديها ذاكرة. حلو. بنهاية حديثنا شو حابة تقولي لكل متابعينا ومشاهدينا؟ مثل ما حكيت، إذا كان طريقك لا يملك قلبا فلا تسلكه. واللي بدي أكد أن القلب شيء كثير عظيم، موضع الذكريات، موضع العواطف، موضع المشاعر، موضع الإلحاد، الكفر، الإيمان. نركز عليه، ما نكسر قلب حدا، لأنه كثير رح ننحق ننسأل عنه يوم القيامة للقلب. أكيد. أهلا وسهلا فيكي، شكرا كثير لإلك، تحية من القلب لإلك. أهلا وسهلا فيكي، شكرا للمعلومات القيمة ولا يعني تنويرنا بهاي الظاهرة الغريبة. خبيرة التنمية البشرية لمى حسان، شكرا لإلك. شكرا لإلك. أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا، وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. شوفكم بحلقة جديدة وضيف جديد.